السلام عليكم. اليوم نروح لمدينة وهران اللي نعرفكم على مشروع تاع الإقامة السكنية الرائعة اللي يعني تم تصميم ديالها من مع مكتب دراسات إسباني بيقع ببرشلونة، واللي نشوف يعني يعني الملفت للانتباه والشيء الإيجابي هو أنه التصميم فيه يعني ما كاش فرق ما بين يعني العملية تاع الإنشاء والتصميم تاعها، يعني فيه مطابقة تامة للتصاميم. إذا نخليكم تابعوا ما تبقى من هذا الفيديو. السلام عليكم. Thank you.